أصدقائي صديقاتي السلام عليكم، رجعنا لكم من جديد معكم يونس، فيديو جديدة فلوغ جديد، وكما كنت وعدتكم غادي نهضروا على لي بروتين. المهم درت لا كوموند وصلت لي اليوم، نشوفوا شنو جانا في الباك. ما تخافوش راه الموس نحلو بها غير الباك. الو الباك نشوف شنو عندنا هنايا، لا ديستيناسيون نشوفوا بان راه كاع كلشي داكشي مصوب هو هذاك لي دوموندينا، يعني راه وصلنا هو هذاك. نحطو الموس بعيد. الوغ لا كوموند عندنا لا كازيين، شحال جوج كيلو نتاع لا كازيين سي، هادي خديناها رمضان. المهم نديرو نهضرو مزيان على لا كازيين في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. لا كازين خديتها على ود رمضان، لحقاش نبقى ناخذ ان شاء الله في اخر باست، يعني في اخر غوبا باستو، اخر غوبا يعني في ديال السحور. سون دي بروتين بطئين الامتصاص، يعني وحنا كما كنعرفوا في شهر رمضان الانسان ما كياكل ما حتى شي حاجه، ولكن الميل كيخصو يبقى يتغدى على البروتين على طول النهار كاع كامل. ولهذا الكازين هو احسن بروتين اللي ياخذوا ان شاء الله في رمضان. ثاني كومبليمو عندنا الواي كلاسيك. الواي كلاسيك خديت 1814 غرام ب 29 ديال الاورو، حتى هذا الثمن ديالو مناسب ومناسب بزاف. ثالث حاجه خديت لي ملتي فيتامين. لي ملتي فيتامين نورمالمون كناخذهم في الصباح من بعد الفطور. ابري خديت كيلو نتاع الشوفان بجوج ديال الاورو. واخيرا جاتني في لا كوموند حتى هاد لي بروتين ميلك، هادي ما كنت المهم ما خلصتها ما حتى شي حاجه، عطاوها لنا بلا فلوس. كانت بروموسيون، يعني اللي خدا دار كوموند تقريبا ديال 50 ديال الاورو، هادي بلا فلوس. انا ما نورمالمون كاع ما كنشري هادشي، هذا هي اللي عطاوه لي بلا فلوس، نجربوها ونجربوها نشوفوا علاش لا. هذا ما كان اصدقائي صديقاتي الفيديو ديالنا سالات، حاولت يعني غير باش نقربكم من يعني داكشي اللي كاين في لا كوموند، يعني شنو خديت يعني في الكومبليمون، باش المره الجايه ان شاء الله نهضروا يعني بالديتاي على كل كومبليمون واش كيصلح. خليتكم على خير والفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.